السلام عليكم. سيدنا أيوب عليه السلام وإبليس الملعون، لما قعد سيدنا أيوب عليه السلام صابر على المرض 18 سنة، وجاله إبليس الملعون وقال له لو كنت نبي حق لدعوت الله أن يكشف عنك ضره. فرد سيدنا أيوب عليه السلام على إبليس وقال يا لعين، أنا في نعمة لو علمتها أنت لحسبتني عليها. قال إبليس وما هي النعمة؟ قال سيدنا أيوب عليه السلام نعمة الرضا عن الله وبالله، الرضا لمن يرضى. يا رب تكون المعلومة عجبتكم، والسلام عليكم.